انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر ما فيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس دي مقفله من كل ناحيه؟ ضروري هنلاقي حل. بأي شكل هنلاقي لها حل؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. بخيت انت هتعمل ايه؟ انا هنعمل اللي بتقفله من السنة للسنة. افرض حد شافنا، على الاقل جوه مش هنبقى في الطريق العام. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انما الزهر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا، طيب، خلي بالك ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام، يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا اخي. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح، الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. تمام. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دفعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط بخيت. انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت، تعيانة ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكلة المجتمع ككل. هي وصلت للمجتمع؟ دي ليلة من هيلة بستين نيلة. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لإصلاح على قد ايه الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسة؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شنشن. ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب؟ مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. اه،
قول بقى انك غيران مني. الله، وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه، ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن كده. طيب يا بخيت. هي ليله منيله بستين نيله. ان انا مش قادر افهمه ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات. يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي 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 شقق. نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شروط الترشيح؟ ابدا، انك تكون من اب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرا وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول كده، ضمننا رمز الجمل. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك. وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بقى انه واصل قوي. لا ده فئات مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فنش 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 فنش، انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك، احنا هنكسبها باذن الله. هي لسه نازله ايه؟ فيه ايه؟ واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روح اشتكوا لمستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانيه. اللي بعده. نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيدق المهيتل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربيه مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي اخواني حبايبي اصدقائي العمال؟ لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم. اصواتكم امانه في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسمي بيه نصير عمال. 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 دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر وندبح كمان لو انت تؤمر يا باشا. تحب ادبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقعة حربية؟ دي موقعة انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال.